متى تكون استجابة الدعاء؟ الأوقات المفضلة التي تفتح في أبواب السماء، عندما يؤذن المؤذن الصلاة بين الأذان والإقامة، عندما يكون العبد ساجدا فأخر ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، دبر كل صلاة، عند هطول المطر، اللحظات الأخيرة من الليل قبل أذان الفجر، عندما يفطر الصائم فدعوته لا ترد، دعوة المظلوم، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، عند عيادة المريض. نهاية الكلام، من أدب الدعاء أن أثني على الله عز وجل ثم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدعو بما شئت بما يأتي على لساني. بعد أن تثني على الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو بما شئت، اختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سوف يتقبل الصلاة على رسول الله 100%، ورب العباد أكرم من أن يدع ما بينهم.